تفضل كل هي. رحتي على الصلاة؟ ايه. في اكل اكتر ما؟ انت عم تعمل معي مثل ما بيعمل بيوش وقت بيكون بده اكتر ما هيك؟ لا مو هيك، انا بدي اخد العلبة كلها. معقول؟ شكلي غلطاني، انت طلعت اسوأ منه لبيوش بكتير. مركز الحلو الملكي، هذا المحل بالسوق الرئيسي، بس الدار بالطرف الثاني. ليش قالت لي شوبرا انها كانت بدار الصلاة لكان؟ ليك بابا، المهرجان قرب ونحن ما عملنا اي ترتيبات مشانه. كتير حلو بنتي، انت فعلا ربت بيت كتير مطيعة، مشان هيك تذكرتي الاحتفال بهذا المهرجان مع انه امبيكا غايبة وما انا هون. انت عليك تعزم كل قرايبيننا مشان يكونوا معنا باول يوم بالمهرجان. طيب انت قليلي هلأ مين بدنا نعزم اول شي؟ اول شي عائلة زوجة لسالوني، هنن دائما بيكونوا معنا وبيوقفوا معنا بالظروف الصعبة قبل الحلوة. طيب انا رح روح واعزمهم اليوم. ليك بابا، بدي منك تاخدني معك لعندهم. انتي ما في داعي تسأليني، يلا نروح. يلا انا رح بدل ثيابي.